السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الأول من دورة تعلم الكود إجنيتر فريمورك. يعتبر الكود إجنيتر أفضل فريمورك للغة الـ PHP، فهو يعتمد على تقنية الـ MVC في ترتيب وتقسيم الكود، ويقدم أيضا العديد من الكلاسات القوية التي تغطي جميع احتياجات مبرمج الـ PHP، وأيضا بسبب مستوى الحماية العالي الذي يقدمه الكود إجنيتر، وأيضا سهولة وسرعة العمل في الكود إجنيتر، حيث أننا سننجز الكثير من العمل في وقت قصير جدا بفضل الكود إجنيتر فريمورك. سنقوم الآن بتحميل فريمورك الكود إجنيتر من الموقع الرسمي codeigniter.com، ثم نذهب إلى داونلود كود إجنيتر. من هنا سنحصل عندها على ملف مضغوط يحتوي على الكود إجنيتر فريمورك، نقوم بفك ضغطه ضمن اللوكال هوست. سنجد بداخله 3 مجلدات، المجلد الأول هو الأبليكيشن الذي سيحتوي على التطبيق الذي سنقوم بعمله، ومجلد سيستم الذي يحتوي على نواة الكود إجنيتر، ومجلد يوزر جايد ويحتوي على دليل المستخدم للكود إجنيتر، وصفحة index.php التي نقوم من خلالها بطلب التطبيق الذي نقوم بصنعه. الآن نطلب صفحة الكود إجنيتر، ستظهر لنا الصفحة الترحيبية Welcome to Code Igniter. بإمكاننا الدخول إلى دليل المستخدم من هنا، وهو دليل قوي جدا ويوفر شرح لجميع الكلاسات وطريقة التعامل مع الكود إجنيتر أيضا. طبعا يجب على الدارس أن يتعلم لغة ال HTML ولغة ال PHP وال MySQL قبل البدء بهذه الدورة، وسنعتمد على دليل المستخدم هذا في شرحنا، حيث سنقوم بالشرح بنفس الترتيب الوارد هنا في دليل المستخدم هذا. إذن في الدرس التالي سنقوم بشرح كود إجنيتر URLs، أي روابط الكود إجنيتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.